في باص راح يطلع من هون من أرفيك السويد يودي مساعدات للأطفال المضرين من الحرب الروسية الأوكرانية، ويجيب معه أشخاص من أوكرانيا للجوء هون بالسويد. فقررنا أنا والأولاد اللي قرروا يتبرعون بكثير من ألعابهم ويرسلونها مع الباص للأطفال الأوكران المضرين من الحرب، وأنا والأطفال والكثير من أهالي المنطقة هون حبوا يتبرعون ويرسلون المساعدات، راح نشوفها مع بعض بس يصل الباص اللي راح يودي المساعدات للحدود البولندية الأوكرانية. تيم وسرجان، شو رأيك تيم؟ وين راح تبعثون ألعابكم؟ الأوكرانية لأطفال أوكرانيا؟ ليش؟ لأنه عندهم حرب، فقرروا الأطفال يساعدونهم بألعابهم. راح نشوف مع بعض لأنه نحن عشنا الحرب وشفنا إيش تعني الحرب بالنسبة للأطفال والعوائل والنازحين، ونحن نتساوى بالإنسانية وكلنا نحب إنه يعم السلام على العالم، على الوطن العربي والعالم وبلادنا يا رب العالمين. يلا بابا انزل، تعال بعد هون جايبين العابهم. تايم شو جايب؟ وانت جايب العابك؟ اوكي اشيلهم معك. يلا افتحوا الجراح، يلا خذ فيهم، خذ شيء ساعدني. يلا قوم. هاي المساعدات من أهل أرفيكا في السويد للسون هاي للأوكرانيين. يلا بابا بابا سرجان هاي ابني قرر يتبرع بألعابه يرسلهم مع هالباص اللي يحمل مساعدات لأطفال أوكرانيا. كويس راح نبعثهم لأوكرانيا أطفال أوكرانيا. أوكرانيا بول برو خد خد أطراف كثيرة وألعاب أطفال وحلويات جودس كل الأطفال. ها بدك موزة هالبرد؟